بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، اهلا بحضراتكم في 90 دقيقه. ايه اللي بيحصل في مصر وايه اللي بيحصل في شوارع المحافظات من المنصوره وحتى بورسعيد؟ وليه كل ما الدنيا تهدى ونقول يا رب خطوه لقدام نرجع تاني 100 خطوه لورا ويسقط ضحايا وتسال دماء؟ وتاني وتالت بسال ليه ما فيش مسؤول يخرج علينا بتصريح او تفسير اللي بيحصل؟ فين الحكومه؟ وعشان ما يتقالش ان احنا بنعلق كل شيء على شماعة الحكومة، فاحنا كمان بنسأل ليه الصمت الرهيب من جانب حكماء الأمة ورموز المعارضة الوطنية على اللي بيحصل في شوارع مصر؟ وليه ما حدش بيتدخل لحقن الدماء؟ وليه ما حدش بيقول لنا ايه الأسباب المباشرة اللي كل مرة بتكون وراء اشتعال الموقف كل ما الأمور بتهدى؟ أنا الحقيقة خطبت أكثر من مرة ضمير المسؤولين وضمير العقلاء من أبناء مصر الشرفاء إن هم يحكموا ضميرهم الوطني قبل أي حسابات شخصية، بدون أي رغبة في التشفي أو الانتقام. البلد بتمر بظروف صعبة جدا، البسطاء والفقراء مستنيين كتير، وأنا شخصيا بأطالب بالكشف فورا عن الأصابع اللي وراء اشتعال الموقف في المحافظات، وأدعو لتشكيل لجنة تقصي حقائق. لجنة تقصي حقائق محايدة غير حكومية، ما تكونش زي لجنة تقصي الحقائق اللي تقريرها اتكتبت ودخلت الأدراج وما نعرفش عنها حاجة، ومحدش عارف إزاي وسط هذا الاحتقان والغليان هنستعد لأهم انتخابات برلمانية في تاريخ مصر، وإزاي وسط هذه الأجواء هتبدأ إجراءات الترشيح والدعاية وكمان الانتخاب، ثم إزاي هنضمن نزاهة الانتخابات وشفافيتها وإجراءها في مناخ آمن ومستقر بينما البلد كلها على كف عفريت. والمرة الألف بقول المصريين محتاجين الأمن أولا، محتاجين لحد يطمنهم على مستقبلهم ومستقبل أولادهم، محتاجين يطمنوا على لقمة عيشهم ورزقهم الحلال. وأدينا كل يوم بنتكلم ولا في حد بيسمع ولا حد بيرد ولا حتى عد عنده استعداد إنه ينزع فتيل اللغم الاجتماعي والسياسي اللي بتزداد خطورته يوم بعد يوم. لكن هنقول إيه؟ ربنا يستر على مصر وربنا يحميها ويحفظها من كل سوء. وأبدأ أولى فقراتنا في 90 دقيقة. النهاردة شارك آلاف المواطنين في تشييع جنازة الشاب حسام الدين عبد الله خاطر اللي توفى نتيجة أعمال العنف اللي شهدتها مدينة المنصورة امبارح بين قوات الأمن والمتظاهرين، واللي أسفرت أيضا عن إصابة 112 شخص. وبعد الجنازة قام عدد من المتظاهرين الغاضبين بحرق سيارة لأحد الملتحين، وتوجه المئات لإلقاء قنابل المولوتوف على مقر مديرية أمن الداخلية ومقر المحافظة. معنا على التليفون الأستاذة آمال طرابية، مدير مكتب صحيفة المسا في الداخلية. أستاذة آمال، آخر تطورات عند حضرتك إيه في المنصورة؟ أهلا بيك. إزيك أستاذ عمرو؟ أهلا بيك. اهلا بحضرتك. والله بعد دفن جثمان حسام الدين عبد العظيم 35 سنه، وده عامل في مصنع بلاستيك وتوفى امس وتم دفنه النهارده، بعد دفن الجثمان احتشد المتظاهرين بميدان الشهداء وقاموا بالقاء الحجاره وزجاجات المولوتوف على مديريه الامن القديمه، وحاولوا اقتحامها وحاولوا القاء زجاجات مولوتوف وحرق المحافظه. بعد نص ساعه مباشره من احتشاد المتظاهرين انقطع تيار الكهرباء فجاه عن الدان وعن المنطقه المجاوره بالميدان اللي فيه الثوار، مما ادى لحاله من القر والفر جدا بين المتظاهرين، وتم القاء قناه المسيلة للدموع لتفرقة المتظاهرين. وصل النهاردة عدد المصابين من المتظاهرين بالعشرات، وعدد المصابين من رجال الشرطة 9 ضباط شرطة بالأمن المركزي أصيبوا، و11 جندي وفرد أمن، وتم نقل 2 من ضباط الشرطة المستشفى المعادي لسوء حالتهم. وما زال الجو مشتعل جدا في المنصورة، وما زالت الحالة متوترة جدا، وحالات قر وفر وهتافات شديدة لسقوط النظام ولسقوط رئيس الجمهورية وسقوط حكومة أنديل. أستاذة أمال، الله يرحمه الشهيد حسام الدين عبد الله خاطر ده توفى نتيجة إن في مدرعة دستهم امبارح، مظبوط؟ والله يا استاذ عمرو، الامن بيقول ان مش مدرعه لدهاسته وان هو توفى نتيجه حادث سياره، لكن المتظاهرين اللي كانوا معاه بياكدوا ان اللي دهاسته مدرعه،
هي مدرعه شرطه هي اللي دهسته. ففي خلاف في الكلام، لكن المتظاهرين بياكدوا انها مدرعه شرطه، والامن بيقول لا مش احنا، ده هي مجرد حادث سياره. شكرا للزميله امال ترابيه مدير مكتب صحيفه المسا في الدقهليه، مع التليفون العميد سعيد عماره مدير مباحث الدقهليه. سياده العميد، اخر تطورات الاوضاع في محيط مديريه الامن ايه يا فندم؟ مساء الخير الاول يا دكتور عمرو. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. الله يخليك فندم. دكتور عمرو، الوضع الان الحمد لله يعني تحت السيطره. هو في مساله كر وفر قدام مديريه الامن القديمه في شارع قناه السويس في عقب انتهاء جنازه المتوفي. تجمع مجموعه من انتهاء الجنازه، جم على ميدان المحافظه، قاموا بقطع طريق المحافظه واشعال النيران داخل على الطريق وايقاف حركه المرور تماما، وقاموا بالقاء بعض قنابل المولوتوف على مبنى المحافظه. حصل حريق محدود في مبنى محافظه الدقهليه. استدعينا القوات، جت القوات القت قنبلتين غاز، تم تفريقهم وتم السيطره على الوضع امام محافظه الدقهليه الان. هل تم اقتحام المديريه؟ سياده العميد، انا في انباء عندي بتقول ان تم اقتحام مديريه الامن عند سيادتك، هل الخبر ده؟ الامن القديمه، مديريه الامن القديمه. هو كانت مديريه الامن القديمه تم اقتحامها فعلا من قبل بعض المتظاهرين في شارع قناه السويس، لان احنا كنا مفيش فيها ناس يعني ولا ايه؟ نعم فندم؟ مفيش فيها ناس يعني ولا ايه؟ المديريه مش سامع دكتور عمرو. مفيش فيها ناس يعني خاليه؟ مفيش فيها؟ لا، فيها ناس، فيها ناس وفيها كل حاجه. احنا كنا منبهين تماما بعدم استخدام اي اسلحه مع المتظاهرين الا اذا اضطرينا الظروف تماما لقنابل الغاز فقط. فده اللي خلى كل، حتى هم كلمونا قلنا بيقتحموا باب المديريه، قلنا لهم اخر حاجه ضبط النفس، ضبط النفس، ضبط النفس، كتعليمات السيد الوزير وتعليمات القيادات. لما خشينا بداوا يلقوا بقى جوهات الميليتوف داخل المديريه واشعال النيران بيها، تم استدعاء الامن المركزي، تم القاء بعض قنابل الغاز المسيله للدموع، خرجوا من المديريه وتم تفريقهم. تواجدوا حاليا على في محيط المديريه على بعد حوالي 50 متر. قاموا باشعال النيران في اطارات الكاوتش وقطعوا طريق شارع قناه السويس. بيتقدموا بيلقوا بعض جوهات الميليتوف والحجاره على القوات. من حين لاخر القوات تلقي قنبله واحده من الغاز لتفريقهم، لان سيادتك عارف يا دكتور عمرو ان الغاز ده بيضر جدا بالمواطنين الابرياء اللي ما لهمش ذنب، اللي ساكنين في محيط المديريه او في محيط الاحداث. سيادة العميد، عايز اعرف من حضرتك من المسؤول عن وفاه المرحوم حسام الدين عبد الله خاطر؟ دكتور عمرو، بامانه شديده انا بنقل لسعادتك الواقع. احنا امبارح وانا كان في تعامل بنفس القصه، بس كان في اعداد اكتر شويه قدام المديريه القديمه، وكان في مساله كر وفر، وكان في محاوله اقتحام وهدم للسور ايضا بتاع المديريه. قمنا بإلقاء قنابل الغاز المسيلة للدموع، وقامت بعض المدرعات بتفريق المتظاهرين. تبلغنا من مستشفى المنصورة الدولي بوصول المصاب ده جثة هامدة، وإنه شقيقه محمد معاه، انتقل الضباط لشقيقه، تم سؤاله، شقيقه قال إن أنا كنت موجود معاه، ده كلام شقيقه، إن أنا كنت موجود معاه في المظاهرة في شارع قناة السويس، وإن في مدرعة من مدرعات الأمن المركزي صدمته عن غير قصد. ده الكلام اللي في المحضر، لكن احنا تحديدا جاري الفحص. السيد الوزير وجه بالفحص الدقيق للواقع، والنيابه العامه تولت التحقيق، لان احنا ما فيش اي فيديو مصور ان في مدرعه صدمته ام لم تصدمه. احنا جاري التحري بدقه من خلال قواتنا اللي كانت موجوده ومن خلال مدرعاتنا اللي كانت موجوده، وسنظهر الحقيقه للراي العام، واكون ان شاء الله سيادتك اول برنامج اتصل بيه بالحقيقه. طيب سيادة العميد، حقيقة أنه في هناك حالة تمرد ما بين صفوف الأمن المركزي في الدقهلية إيه؟ لا الحمد لله دكتور عمرو، انا بطمنك على مسؤوليتي، لا يوجد اي شيء من هذا القبيل مطلقا. قوات الامن المركزي كله متواجد في اماكنه وفي اماكن خدمته، ويقوم بالعمل على اكمل وجه. شكرا سيد العميد سعيد عماره مدير مباحث الدقهليه. معايا الدكتور اسامه فريد مساعد وزير الصحه. دكتور اسامه، يعني ايه اهم ما ورد في تقرير الطب الشرعي بخصوص وفاه الشاب حسام الدين عبد الله؟ هو حضرتك في كسر في الجمجمه، ايوه، مع كسر في الضلوع ونزيف داخلي، ادت الى حدوث الوفاه، ووصل الى المستشفى في حاله جثه هامده. هل نقدر نعرف من كده اذا كان فعلا مدرعه الشرطه هي اللي دهسته ولا ايه بالظبط؟ والمعلومات اللي عندنا ان هو كان تقريبا يعني ماشي في الشارع او بيجري في الشارع، فمدرعه شرطه ضربته، بس مش ضربته قصده طبعا، بطريقه خطا.
يعني المعلومات اللي عندي انها ضربته ليست قصدا ولكن بطريقه خاطئه اللي هي مدرعه مدرعه شرطه. طيب هل صحيح ان تم محاصره المستشفى النهارده لان الثوار رافضين التقرير الصادر من المستشفى عن وفاه حسام؟ لا لم تحضر محاصره المستشفى، والنهارده كان في مظاهره في تبع بعد الجنازه بتاعت حسام، وكان ماشي فيها الدكتور غنيم اللي هو ماسك مركز الكلى في المنصوره، وحصل مصاب النهارده خد طلقه مطاطيه بس كانت في مكان غير مؤثر يعني، وهو خرج من المستشفى بناء على طلبه. واخبار المصابين في اعمال العنف كم اعدادهم سواء من المواطنين او من الشرطه؟ النهارده هو مصاب واحد، انا سامع برنامج عمليه الرياضه بتقول عشرات، هو مصاب واحد. امس كان في 26 مصاب حضرتك، منهم سبعه من رجال الشرطه. شكرا دكتور اسامه فريج مستشار الصحه، معانا على التليفون عالمنا العالم الكبير الدكتور محمد غنيم استاذ جراحه المسالك. دكتور غنيم مساء الخير يا فندم. خير يا فندم، مساء الخير. ايه اللي بيحصل في المنصوره دكتور غنيم؟ اللي بيحصل في المنصوره لا يختلف تماما عن ما حدث في بورسعيد او المحله او الاسماعيليه او خلافه. تعبير عن السخط، تعبير عن عدم الرضا، تعبير عن ان الثوره التي سالت فيها دماء شهداء خيرت شباب مصر ولا لم تحقق اغراضها، ده بالاضافه للتراجع الامني والاقتصادي والسياسي. كل العوامل المختلفه دي خلت هناك حاله من الغضب والاستياء والاستنفار في الشارع. بتختلف درجه التعبير عنها من مكان الى اخر ومن يوم الى اخر ايضا. فده الوضع بشكل عام. حضرتك كان الملاحظ ان في حاله احتقان شديده في الشارع الدقهلاوي، السؤال يعني هل الشرطه متورطه في هذا التصعيد؟ يعني لما نجد وفاه شاب واصابات اخرى، انا عايز اعرف يعني الى اي مدى تتحمل الداخليه يعني المسؤوليه جراء تلك الاحداث؟ والله يعني انا عاوز اقول لحضرتك ان في عنف متبادل، متبادل يعني لما الشرطه بتستخدم بكثافه الغاز وقنابل المطاط، قصدي الرصاص المطاطي، وبعدين في حاجه اسمها الرش. هم انا بصدقهم وبصدق السيد مدير الامن ومدير المباحث لما بيقولوا لا الشرطه ما معهاش رش، لكن هو بيبقى من واجبهم يقولوا لنا مين اللي بيضرب بالرش. تمام؟ نعم. فدي دي دي دي, دي نقطه مهمه. مين اللي بيندس الساعه 8 بالليل ويثير هذا الشغب اللي كان سلميا طول النهار دايما كده؟ تمام. فده دي الاسئله. اما ان المدرعه قتلت بقصد او بدون قصد مش دي المشكله، لكن في شاب مات. واتصور لما بشوفت المدرعات بتشتغل في الشارع واضح ان السواقين مش واخدين التدريب الكافي على السيطره عليه. او بيحصل لهم حكايه حاله عصبيه، بيبقى بيجروا بسرعه فاتصور ان يعني المشكله على الاطلاق مش قصد او غير قصد، المشكله ان في شاب في ريعان شبابه توفى قتل. يعني دي الاساس. في حاله ثانيه انا شفتها النهارده برضه مضروب برش عن قرب جدا، لان مساحه او نصف القطر بتاع مجموعه الرش حوالي 15 سنتي، ده ما يدل ان مضروب من متر او مترين. في مضروب في اسفل ركبته اليمنى، وادت الى تهتك الوريد والشريان والاعصاب في تلك المنطقه. يعني دول الاصابتين الكبار جدا. في بقى اصابات كثيره نتيجه الغاز، اصابات كثيره نتيجه رش، لكن كلها سطحيه من حسن الحظ، من حسن الحظ. في ناس كثير خايفه تروح المستشفيات الحكومية، كيف؟ لأن بيظنوا عن صدق أو غير صدق يعني أن هم بيبلغوا الشرطة والشرطة بتلاحق المصابين دول لو راحوا المستشفيات العامة. فده الوضع. فإحنا طلبنا يعني أن الشرطة تهدي بقى، يعني نهدي اللعبة بقى شوية، وأن هم يعني يلتزموا بس بحراسة المنشآت، وان يعني نسيبوا الناس تعبر عن الغضب، تغضب عن الاحباط، تعبر عن مشاعرهم يعني السياسيه، وخلاص يعني. وده
اسلوب من اساليب العمل السياسي المشروع. صحيح دكتور غنيم، اذا كنا بنتكلم على ان هناك مشكله واحتقان شديد في الاهليه، اسال سيادتك سؤال، بتشوف المخرج ازاي؟ كيف يعود للشارع مره اخرى هدوءه واستقراره؟ كيف الشرطه يعني تهدى ايوه وتقعد في سكناتها وما يخرجولناش العادات الكثيفه دي من الامن المركزي، ومفيش استخدام للغاز، اذا كان هم بيحرسوا منشات ماشي ما ايوه بشكل سلبي وبشكل يعني مش يعني مش اللي يقرب يمشي نعمل له يعني شكل كده، خاصة مديرية الأمن القديمة ومديرية الأمن الحالية، فأتصور أن هذا يهدي الإيه؟ الاحتقان الأمني. أي. لكن النشط السياسية الأخرى سوف تستمر. بس إيه المطلوب من الحكومة القيادة السياسية دكتور غنيم عشان خاطر الأزمة تتحل فعلا حل جذري؟ والله الناس في الشارع النهاردة اعتقد في المنصوره وفي اماكن اخرى ما تبصش قوي الحكومه، ما بتبصش لا تطول على الحكومه في حل مشاكلها او مشاكل مصر بشكلها. الهتافات يعني في كل يوم بيحصل احتقان سياسي من اول نوفمبر، من ساعه نوفمبر، من ساعه البيان الدستوري الاول لغايه قوانين مؤسسه الحياه السياسيه التي نقشت في حوار، وبعدين لما راحت مجلس الشورى قال الشورى قال مالناش دعوه بالحوار ده، وبعدين راحت الدستوريه كان لها تعليقات اخذ بالبعض واهمل البعض. فيعني مرورا بكل هذا الارتباك السياسي هو ده السبب، ده بالخلاف ده بالاضافه للتراجع الاقتصادي وغلاء الاسعار وصعوبه المعيشه لدى معظم المصريين، هو ده السبب. طيب بتشوف سيادتك دور المعارضه وجبهه الانقاذ ايه في ظل هذه الاوضاع؟ لا عليك جبهه الانقاذ قالت اول حاجه ان هي امتنعت عن الانتخابات لاسباب يعني في رايي انها يعني مشروعه. نمره اثنين انا بقى اقول لهم يا اخوانا لازم انتوا بقى تقدموا مشروع سياسي بديل. تمام. لازم. وبعدين نسيبنا بقى من فضائيات قوي. بلاش الفضائيات بقى، لا تنزلوا بقى تلتحموا مع الشارع وتشرحوا لهم البرنامج بتاعكم علشان يحصل مصداقيه صحيح لجبهه الانقاذ على المستوى السياسي. الو عالمنا الكبير دكتور غنيم، انا يعني انا حكمتك فعلا واضحه تماما فيما تقول، واتمنى ان الرسائل اللي بعتها النهارده سواء للرئاسه للحكومه لجبهه الانقاذ للمعارضه تكون وصلت. شكرا جزيلا لاستاذنا الدكتور محمد غنيم استاذ جراحه المسالك بجامعه المنصور. وفي القاهره نظم العشرات وقفه احتجاجيه في ميدان طلعت حرب، وتوجهوا منذ قليل في مسيره لمديريه امن القاهره للتعبير عن رفضهم التعامل العنيف مع المتظاهرين في المنصوره. معنا على التليفون الاستاذ الصحفي ابراهيم قراع، الصحفي بصحيفه المصري اليوم. استاذ ابراهيم اخبار المسيره ايه؟ هو النهارده كان في مسيره في شارع طلعت حرب، طبعا جابت شوارع وسط المدينه، وتوجهوا الى مديريه امن القاهره واغلقوا الطريق بشارع بورسعيد لمده نصف ساعه وعطلوا الحركه المروريه. ده طبعا كله اعتراضا على الاحداث اللي بتشهدها الان محافظه المنصوره من اشتباكات بين الامن وبين المتظاهرين. الان الو ايوه فين الاشتباكات دي يا استاذ ابراهيم؟ لا 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 ده على خلفيه الاشتباكات على خلفيه لكن لكن هذه المسيره مسيره سلميه ما فيش فيها اي مشاكل سلميه سلميه، هو بس في احتراق سيارتين تابعين لشركه توحيد النور، دول كانوا في شارع طلعت حرب. الاحتراق كان سببه ايه؟ بعض المثير الشغب اشعلوا بهم النار. شكرا للزميل الصحفي ابراهيم قراع، الصحفي بصحيفه المصري اليوم. في تصعيد جديد الاوضاع في بورسعيد اللي دخلت النهارده اليوم ال 14 للعصيان المدني، اصيب النهارده 5 مواطنين صدمتهم سيارات شرطه في شارع محمد علي. الشرطه اكدت ان الحادث سببه قيام عدد من المشاركين في مسيره تدعو للعصيان المدني بالقاء الحجاره على سياره ترحيلات. اما المتظاهرين اكدوا ان الشرطه تعمدت استخدام العنف وضرب المتظاهرين، فتوجهوا لمقر شرطه النجده القديم
وحرقوه ومنعوا المطافي من الوصول. نشوف التقرير من بورسعيد، نرجع تاني. يوم دام جديد في حياة أهالي بورسعيد، حيث استيقظ الأهالي صباح اليوم على صراخ وبكاء بعد إصابة 5 مواطنين دهستهم سيارة شرطة في شارع محمد علي. كان في مسيرة الشباب طالعين الصبح الالتراس، وناس من الشعب اللي عامله العصيان بيطلعوا كل يوم مسيرات سلمية، بيمشوا محمد علي ده للآخر وبيرجعوا تاني سلمية خالص. أول ما جم هنا عند محمد علي قدام إخواني البهائي دون، لقوا عربية بوكس جاية كده هون، دخلت على الشباب عشان خاطر تفركش المسيرة. الشباب فضل ماشي صامت، داس واحد من بتوع الالتراس شاب صغير، فالشباب التالي طلعت تجري وراهم توقف العربية عشان يتصلوا بالجيش او حد يجوا يشوف البلطجة اللي بتحصل دي من قبل الداخلية. قاموا مشوا بسرعة غريبة، طلعوا على الرصيف كسروا العمود زي ما حضرتك شايف كده، وداسوا عامل راجع من شغله من القطر، راجع من شغله ماشي بعيشه ورايح بيته يفطر، اداس هنا هون. 2 مصابين في حالات اصابتهم خطيرة جدا، جروح وكسور. وبعد كده هون لما الشباب طلعوا يجروا وراهم عشان يوقفوهم، بدأوا يضربوا الرصاص حي في الشارع عشوائي. انا الصبح راح اعمل اشعة لبنتي، ابص الاقي الاربع شباب مرميين في المستشفى ما عملوش حاجة، ماشيين سلمية ما عملوش حاجة. الشرطة دايسة على العيال بالعربية البوكس بتاعتهم ليه، ويضربوا نار ويضربوا الغفير بتاع المحل اللي هو واقف يحارس ليه. عايزين قاضي تحقيق، انسان عنده ضمير يجي يجيب حق الناس ديت. احنا مش بلطجية، احنا مش بلطجية، ولا في عندنا خطف ولا في سرقات ولا في اي تحرش ولا في اي شيء. وكل يوم الساعة 9 الصبح الناس ماشيين سلميين، الناس ماشيين سلميين ليه؟ عربية الداخلية تخش فيهم وتعور 5 أطفال عند البهائي في شارع محمد علي. الشرطة من جانبها أكدت أن إصابة 5 مواطنين جاء بعد رشق سياراتها بالحجارة أثناء نقل المتهمين، إلا أن المتظاهرين الغاضبين توجهوا إلى قسم شرطة النجدة القديمة وأشعلوا فيه النيران ومنعوا سيارات الإطفاء من إخماد الحريق. اللي حصل ده احنا عايزين حاجة واحدة بس، كرامتنا، كرامة البلد، كرامة بورسعيد. لا عايزين منطقة حرة ولا عايزين 400 مليون تنمية لبورسعيد، احنا عايزين تأمينة كرامتنا بس، شيء واحد بس. مطالبنا ان احنا عايزين قصاص لاخواتنا اللي ماتوا، اخواتنا اللي ماتوا دول اللي ما لهمش ذنب، اللي هم بيقولوا عليهم بلطجيه. هات لي واحد من اللي طالعين دول البلطجي، اي واحد اللي بيقول عليهم بلطجيه دول يجي يشوفهم، كلهم شباب صغير، ما فيش حد فيهم بلطجي ولا حد فيهم ليه اصلا سوابق، فحرام. والنهارده معديين بيضربوا في الناس بالنار، عمالين بيضربوا في الناس بالنار، شباب برضه صغير من بتوع يقول لك اصل دول بتوع اطرس مش بتوع اطرس. حرام حرام، اتقوا الله اتقوا الله، دول مصريين، احنا مش يهود. كل اللي بيقولوا ما فيش عصيان في بورسعيد، لا، في عصيان بقى لنا 14 يوم احنا قاعدين في الشارع ومش هنسيب الشارع. ستات، رجاله، شيوخ، كله هنقعد في يوم 9 بالذات كلنا هنقعد سلميين. لا، عايزين القصاص والعدل. اعمال العنف اليوم ليست سوى مقدمه لمشاهد اكثر دمويه اذا لم يتدخل المسؤولون لاحتواء الموقف قبل الحكم المنتظر في قضية مذبحة بورسعيد يوم السبت القادم. معنا على التليفون الزميل الصحفي الأستاذ نبيل التفهني، مدير مكتب جريدة الأخبار في بورسعيد. أستاذ نبيل، مساء الخير. مساء الخير دكتور عمرو، أهلا وسهلا. إيه الأوضاع دلوقتي في بورسعيد دكتور أستاذ نبيل؟ والله دكتور عمرو، تقدر تقول ان يعني هذا اليوم هو عودة للاحداث السلبية الكئيبة اللي كلنا نتمنى انها ما تحصلش في بورسعيد، ولكن ده ترجمة لمخاوف من اسبوع حاسم، الاسبوع اللي احنا داخلين فيه عد تنازلي على الحكم المقبل يوم 9 مارس. ايوه، والناس كلها مترقبة، وكان في يعني محاذير كثيرة من هذا الاسبوع ممكن يكون شبه توتر، علاوة على ان المسألة مفتقدة فيها الجماهير الثقة تماما في الشرطة في بورسعيد الغائبة عن الشارع بفعل هذا العنصر الافتقاد الثقة فيهم. واي ملامسة او اي تقابل بيحصل فيه احتكاكات، ويمكن الاسبوع اللي فات كان شفنا الاخ اللي كان نازل وماشي في ميدان الشهداء والشرطة اعتدى عليه وسحلته. النهاردة حادث اصاب فيه 5 من المواطنين، يليه احتراق قسم شرطة النجدة القديم. مسألة توتر مشوب بالحذر،
الجيش يجب أن يكون له دور أكبر في الفترة القادمة، لأن الشرطة غير قادرة أو غير مقبولة الآن من الجماهير في بورسعيد أن يكون لها دور في حفظ الأمن. يمكن كانت أيام اللي فاتت كان في بعض دوريات من الشرطة بتنزل للتفتيش على السيارات الخلافة في حراسة قوات من الشرطة العسكرية. نعرض المسألة لولا برضو نزول الجيش واحتوائه للأمر في التصادم اللي حصل ما بين عربية الشرطة والخمسة المواطنين المصيبوا، وبرضو سيطرته على الموقف بس بعد ما قسم شرطة النجدة احترق. أنا بقول إن مسألة يجب من الأسبوع ده بالذات يكون في دور فعال للجيش، لأنه هو الجهة الوحيدة اللي بتنال ثقة الناس حاليا، بتنال ثقة الناس حاليا في بورسعيد. ولكن اي دور للشرطه حاليا ما اعتقدش انه هيكون فعال، بل بالعكس ممكن يكون له تاثير سلبي في خاصه زي ما اقول لك اسبوع التطورات والانتظار لحكم. يمكن هذا الحادث اثر كمان بشكل سلبي على استئناف دراسه كان مقرر لها غدا في بورسعيد، كان في اتفاق حصل ما بين مسؤول التعليم وجامعات الالترس وقيادات مجتمع مدني وخلافه. الألترس من امبارح أعلن أنه لن يكون هناك دراسة، وبرضو الطيارات الشعبية أيدت في هذا الكلام، لن يكون هناك دراسة إلا بعد الحكم المنتظر 9 مارس. وبالطبع الحادث النهاردة ده أولياء الأمور ما أعتقدش أنهم هيكون عندهم الجرأة أنهم يجازفوا ويبعثوا أولادهم خاصة الصغار للمدارس. شكرا. دي مشكلة قائمة يعني طول الأسبوع ده. شكرا زميل الصحفي الأستاذ نبيل التفاهني مدير مكتب صحيفة الأخبار في بورسعيد. أروح لكم أمبو في أسوان، في تجدد الاشتباكات امام كنيسه كومومبو. معانا على التليفون الزميل الصحفي الاستاذ عبد الله مشادي. استاذ عبد الله، ايه الوضع عندك امام الكنيسه الان؟ اهلا بالاعلام الكبير استاذ عمرو الليثي. بالفعل استاذ عمرو، احداث مؤسفه تشهدها الان وتجدد الاشتباكات اليوم الثالث على التوالي بمحيط كنيسه ماري جرجس بمدينه كومومبو والتي تبعد عن محافظه اسوان نحو 40 كيلومتر. تجدد الاشتباكات بعد صلاه المغرب اليوم، قام العشرات من الشباب الغير مسؤول وغير مدرك بالمسؤوليه باسوان، فقاموا بالقاء وابل من الاحجار وزجاجات المولوتوف على محيط الكنيسه، والتي قام رجال الامن المركزي والشرطه بعمل الكردون أمني مكثف حولها حول المداخل والمخارج بالكنيسة، وقاموا بإلقاء عدد كبير من قنابل الغاز المسيل للدموع على المتجمعين لمحاولة تفريقهم. هل في أي أنباء عن محاولات للتهدئة هناك في أمام الكنيسة يا أستاذ عبد الله؟ والان هو اللي حصل بالضبط دلوقتي ان في اجتماع لبيت العائله نائبا عن الشيخ شيخ الازهر ونائبا عن البابا الطاودروس بابا الاسكندريه. الان في احد فنادق اسوان تقوم اسره المدرسه المختفيه الان بالاجتماع في بيت العائله ومحاوله التهدئه في اجتماع مغلق، ولا احد يعلم ما هو النتيجه النهائيه حتى سيقومون بالاعلان عنها في مؤتمر صحفي ان شاء الله بعد قليل، وسنوافيكم ان شاء الله في اجتماع لبيت العائله لمحاوله التهدئه وشرح الوضع الاساسي والوضع الصحيح والوضع الحقيقي لهذه الحادثه المؤسفه والشائعات التي اخرجها البعض والتي اودت باصابه 16 من رجال الشرطه على راسهم مدير الامن المركزي قائد الامن المركزي باسوان، وبالاضافه طبعا الى تدمير سيارتين فيت باسوان وتدمير احد المدرعات او احد المصفحات. شكرا للزميل الصحفي عبد الله مشادي، هنتابع مع حضرتك الاخبار، وان ربنا يهدي الامور ويهدي النفوس في اسوان. النهارده شهدت مدينه سوهاج حاله من الفوضى بعد ما اطلق عدد من افراد الشرطه بقسم اول سوهاج اعيره ناريه في الهواء على مظاهره كانت بتطالب باستمرار قيادات القسم، ويبدو ان هذا المطلب ما كانش على هواء امناء الشرطه اللي كانوا عاوزين نقل رئيس المباحث. معانا على التليفون الزميل الصحفي طه الهوى مدير مكتب صحيفه الميسه في سوهاج. استاذ طه، مساء الخير. مساء الخير دكتور عمرو. الصوت مش واضح يعني. استاذ طه معايا؟ نعم معاك دكتور عمرو، معاك تفضل. لا في مشكله، يا ريت نتصل بيه مره ثانيه لان الصوت مش واضح، لو ممكن اتصل بيه ثاني بعد اذنك. طيب معانا سياده المحافظ دكتور يحيى عبد العظيم. سياده المحافظ مساء الخير يا فندم. اهلا بيك يا دكتور عمرو. اهلا بيك. ايه يا فندم تطورات الاوضاع في محيط قسم اول سوهاج؟ اسمح لي الاول يعني احييك واشكرك على دعمك لمحافظه سوهاج في برنامجك برنامج من الناس. ربنا. واحد من الناس. شكرا سياده المحافظ. وادعوك لزياره سوهاج، يعني عايزين مزيد من احنا القوافل بتيجي لحضرتك وانت يعني كتر خيرك بتستقبلهم بحسن استقبال. الحقيقه كتر خيرك وكل فريق العمل اللي معاك يعني جزاهم الله كل خير. الله يكرمك. الحقيقه احنا عندنا المشكله في قسم اول سوهاج اتحلت، دي كانت مشكله مع الاهالي بسيطه واتحلت. احنا عندنا مشكله عندنا في قسم تحت.
خير يا فندم، ايه المشكله؟ يعني في بعض الامناء معترضين، كان في تجاوز من بعض الاهالي معاهم. وده يعني طب ما سيادتك تروح لهم يا سياده المحافظ. انا قدام القسم قدامي 5 دقائق وهوصل. طب عظيم. ان شاء الله وباذن الله ربنا ييسر ونحل المشكله بتاعتهم ان شاء الله. ويعني هو يعني اختلاف بين الرؤيه بتاعتهم وبين رؤيه القيادات، فان شاء الله نتواصل معهم وان شاء الله نحل يعني ان شاء الله. سياده المحافظ المحترم دكتور يحيى عبد العظيم، شكرا جزيلا. محافظ سوهاج اتمنى لك كل التوفيق. شكرا جزيلا. النهارده وصل معنا مين؟ الزميل طه الهوى. استاذ طه مساء الخير. مساء الخير دكتور عمرو. ايه الاوضاع دلوقتي عندك يا استاذ طه؟ للحقيقه دكتور عمرو يعني ما يحدث بقسمي شرطه طهطه وقسم اول شرطه سوهاج يترك علامات استفهام كبيره بين امناء الشرطه والافراد وبين ايضا قياداتهم سواء في مديريه امن سوهاج او في هذه الاقسام. دكتور عمرو طبعا معلوم ان قسم شرطه طهطه دخل الامناء والافراد المضربين عن العمل لليوم الخامس على التوالي بسبب على حد قولهم انهم يواجهون اهانات متعمده عندما يتوجهون لتنفيذ حكم معين او للقبض على مطلوب على ذمه القضايا. يقولون انه بعد ان يتم القبض على هؤلاء يتم اطلاق سراحهم من القسم او يقوم افراد يعني اهلية المقبوض عليه باطلاق الرصاص امام قسم كما حدث امام قسم شرطه الطحطه. الامناء طبعا هذا الوضع استفزهم كثيرا، شعروا بالاهانه وعليه بداوا يضربهم الذي دخل يومه الخامس دون ان تكون هناك بوادر لحلول هذه الازمه، لان التواصل يعني كما يقولون مفقود بينهم وبين قياداتهم. هم يطالبون بتغيير او نقل عدد من القيادات بهذين القسمين سواء قسم شرطه الطهطه او قسم اول شرطه سوهاج، لانهم يقولون ان هذه القيادات الامنيه يعني دائما وابدا لا تقف معهم وتقف مع البلطجيه والمجرمين كما يقولون. هذه الامور ادت الى عناد كبير بين الامناء والافراد في هذين القسمين. قسم اول شرطه سوهاج دخل الاضراب فيه اليوم الثالث على التوالي دون ان تكون هناك بوادر للحلول. هم يطالبون بان تتواصل قيادات وزاره الداخليه. هو المحافظ هو كان لسه معانا دلوقتي يا استاذ طه، ورايح لهم ان شاء الله قدام الاسم، اتمنى ان يقدر يحل المشكله. شكرا للاستاذ طه الهوى مدير مكتب صحيفه الميسا في سوهاج. النهارده وصل وزير الخارجيه الامريكي جون كيري للقاهره وعقد لقاءات مع عدد من ممثلي القوى السياسيه في مصر، في حين رفض اغلب قيادات جبهه الانقاذ لقاء جون كيري. وبالتزامن مع هذا اللقاء نظم المئات وقفه احتجاجيه قدام وزاره الخارجيه لرفض ما اعتبروه تدخل امريكي في الشؤون المصريه. معنا على التليفون الاستاذ الدكتور ايمن نور، زعيم حزب غد الثوره وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان، وهو كان حاضر النهارده اللقاء مع وزير الخارجيه. دكتور ايمن مساء الخير يا فندم. مساء الخير دكتور عمرو، ازيك؟ الحمد لله. ايه اللي دار في اللقاء وزير الخارجيه الامريكي معاكم النهارده دكتور ايمن؟ يعني هو الحقيقه اللقاء كان لقاء تشاوري لتبادل وجهات النظر حول الاوضاع في مصر بشكل عام. الوزير اعطاني الكلمه الاولى في بدايه اللقاء، راح وجهه نظري بشان ما هو مطلوب من الولايات المتحده الامريكيه في المرحله القادمه. طلبت مارشال بلان او مشروع مارشال جديد لانقاذ الاقتصاد المصري، وقلت له لابد ان يكون هناك تعاون بين اوروبا وبين الولايات المتحده الامريكيه واصدقاء مصر في العالم العربي في اطار مشروع لانقاذ الاقتصاد المصري. اتكلمت عن ضروره اعاده مناقشه تفعيل التجاره الحره مره اخرى او تفعيلها مره اخرى، والحقيقه لم اتلقى رد على هذه النقطه تحديدا. اتكلمت عن مساله الرقابه الدوليه على الانتخابات، وان كل الاطراف ترى ان الرقابه الدوليه لا تنتقص من فكره سياده مصر، بل بالعكس تؤكد ان اي انتخابات تتم وفقا للمعايير الدوليه. طب قول لي يعني دكتور ايمن، هو بقى قال لكم ايه؟ يعني ايه انطباعه وايه الرساله اللي كان عايز يوصلها لكم، ولا كان مستمع فقط؟ يعني هو كان يغلب عليه الاستماع اكثر منه الحديث، لكن عندما عرض بعض الزملاء اللي كانوا موجودين الموقف. كان مين يا فندم اللي حاضر مع حضرتك يا دكتور ايمن؟ زي ما ظهر عندك في الصوره معالي الوزير العراقي وزير الخارجيه السابق الزميلة جميلة اسماعيل،
الأستاذ محمد أنور سادات، الأستاذ سامح مكرم، وكان تقريبا يعني هو ده الحضور، وكان تبادل الكلمات. كان هو عنده ملاحظة على فكرة المقاطعة. هل الإجابة الإنقاذ محقة في أنها قطعت هذا اللقاء دكتور أيمن؟ يعني أنا بعتقد أن بعض الحضور حتى لو حضروا بصفاته الشخصية هم أعضاء في إجابة الإنقاذ، زي محمد أنور السادات، زي جميل إسماعيل، زي سامح مكرم عبيد، زي معالي السفير اللي هو نائب رئيس حزب المؤتمر، كذلك أظن السيد عمرو موسى التقى بالوزير الخارجية. لكن أنا دايما ضد فكرة المقاطعة، مش مهم أنت قاطع، المهم أنت تقول إيه المطلوب موجود. وأعتقد إن إحنا قلناه بيؤكد إن إحنا عندنا الثورة الوطنية. أنا طلبت من الوزير بشكل واضح، قلت له لا نطلب منكم أي تدخل في شؤوننا الداخلية، لا نقبل تدخل في شؤوننا الداخلية، لا نطلب وساطة أو توسط بين قوى سياسية وقوى سياسية أخرى. احنا كلنا مسؤولين وقادرين أن نحل مشاكلنا معا على طاولة التفاوض المصرية دون تدخل أي طرف آخر. شكرا جزيلا دكتور أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة. معنا على التليفون الأستاذ ربيع شاهين، محرر شؤون الدبلوماسية والعربية بصحيفة الأهرام. مساء الخير يا فندم. أستاذ ربيع مساء الخير. أهلا بيك يا دكتور، مساء الخير. أهلا بيك. أنا عايز أعرف الآن في تظاهرات موجودة عند الخارجية، الأوضاع هناك شكلها إيه يا فندم؟ الآن في هذه اللحظة وصل جون كيري إلى مقر وزارة الخارجية قبل دقيقة أو دقيقتين بالتمام، متأخرا عن موعد المقرر ساعتين، وكان مقرر يوصل 6:45 دقيقة. أيوه. وأن يلتقي بالوزير، ولكن تأخر لمدة ساعتين بسبب طبعا لقاءاته المتعددة والكثيفة مع مختلف الفعاليات المصرية لقادة الأحزاب ورجال الأعمال وخلافه. الآن هو بدأ المباحثات مع الوزير، ونحن في انتظار بريفنج أو يعني مختصر عما جرى في المباحثات قيس أكثر. لن يسمع بتوجيه أي أسئلة الوزيرين، ولكن سيكتفى ببيانين أو بيان لكلا الوزيرين عما جرى في المباحثات. الوضع في وزارة الخارجية طبعا في حضور أمني كثيف داخل وخارج الوزارة، في مظاهرات العشرات كما طبعا نشر أشعال والنيران في صور كيري، نددوا بالزيارة، هتف والتفات طبعا يعني اتفقنا واختلفنا معه، ولكن هي في النهاية بترفض الزيارة بتراعة تحالفا مع نظام حكم الرئيس مرسي وجماعة الإخوان. شكرا للزميل الصحفي الأستاذ ربيع شاهين. المستشار سمير أبو المعاطي رئيس اللجنة العليا للانتخابات أعلن النهاردة فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية يوم السبت القادم وحتى 16 مارس. وقال المستشار أبو المعاطي أنه تمت الموافقة ل 50 منظمة محلية وأربعة دولية وحوالي 90,000 متابع للعملية الانتخابية. قبل ما نشوف المؤتمر عايز أقول حاجة. هذا القانون اللي صدر وبناء عليها راح للمحكمة الدستورية، المحكمة الدستورية أصدرت قرار أو أصدرت قانون وكان ليها مجموعة من الملاحظات على القانون الخاص بالانتخابات، وبعدين طبقا لنظام الرقابة اللاحقة والرقابة السابقة، لا ده رقابة سابقة وليست رقابة لاحقة كما كان من قبل. الوضع دلوقتي وأنا بقول هذا الكلام وأحذر عشان ما نخشش على مجلس باطل، أرجو من جميع الناس المحترمين الوطنيين المهتمين بشؤون البلد عشان ما نخشش في انتخابات برلمانية ونصرف عليها المليارات وبعدين يطعن عليها قدام محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية تحيل هذه الطعون إلى الدستورية وتبطل هذه الانتخابات. أرجوكم لو سمحتم بدل هذا الاستعجال الملاحظات اللي راحت مجلس الشورى عشان تتعدل، أرجوكم لو سمحتم رجعوها تاني للمحكمة الدستورية، خلوا المحكمة الدستورية تقول لكم أن هذا القانون دستوري وسليم. أرجوكم لو سمحتم النهاردة هو أنا بقولها بحس صوتي بصوت عالي في هذا اليوم 2 مارس، يا جماعة أرجوكم السيد رئيس مجلس الشورى، السادة المحترمين أعضاء مجلس الشورى، السادة الوطنيين في مصر، أرجوكم لو سمحتم في شبهة عدم دستورية هذا القانون اللي راح للدستورية وقالت إن في ملاحظات لازم بعد ما يتم تصليح الملاحظات يرجع تاني للدستورية. إذا ما حصلش هذا الكلام وعملتم الانتخابات في حالة العجلة والاستعجال دي، انتظروا في الآخر أي طعن قضائي قدام مجلس الدولة ممكن يبطل هذا المجلس ونرجع تاني للمربع صفر. هذا الإجراء مش هيمثل لنا أي مشكلة، مش هيزود لنا أسبوع، لكن هيدينا ضمانة
وطمأنينة ان هذا القانون اللي احنا هنصوت عليه اللي فيه مشاكل خاصة بالدوائر، اللي فيه مشاكل خاصة بالعاملين في الخارج، اللي فيه مشاكل خاصة بالتجنيد، ان كل هذه العيوب قد تم تلافيها. واللي يقول الكلام ده مش انا ولا حضراتكم، اللي يقول هذا الكلام المحكمة الدستورية اللي قالت ان القانون غير دستوري اول مرة. انا قلت الكلام ده ورزقي ورزقكم على الله. نشوف الجزء المؤتمر ونرجع تاني. طيب معانا على التليفون المهندس اشرف ثابت، اشرف ثابت نائب رئيس حزب النور. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا استاذ عمرو، اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اولا انت موافق على كلامي ده ولا معترض عليه؟ لا ده انا موافق عليه 100%، واحنا طالبنا دي اكثر من مره واعلناه وما زلنا بنعلنه وبنصر عليه برجاء اعاده القانون الى مجلس الشورى مره اخرى. بس انا احب اضيف على كلام حضرتك نقطتين. اتفضل. النقطه الاولى ان اعاده القانون للمحكمه الدستوريه فيه حفاظ على اموال الشعب المصري التي سوف يتم اهدارها اذا طعن على هذا القانون. تمام. وده انا يعني في ظل الحاله الاقتصاديه المترديه اللي احنا بنعيش منها بنعيش فيها الان، وظل يعني الخبراء الاقتصاديين بيشتكوا دايما وبيحذروا من سوء الموقف الاقتصادي، لا يصح ابدا ان احنا يعني نجري انتخابات نصرف عليها بناء على اربع مراحل حوالي 4 مليار جنيه. صحيح. وبالتالي بعد كده يتم اعاده الانتخابات، فده بيعتبر جريمه بحق الشعب المصري. الحاجه الثانيه اللي عايز اضيفها ان الدستور نفسه لما نص على الرقابه السابقه للمحكمه الدستوريه كان نص عام وغطاب، لم يحدد آلية لهذه الرقابة. صحيح. ومجلس الشورى مشكور لم يصدر تشريع وقانون يحدد آلية هذه الرقابة السابقة ولا الجزاءات التي يتم توقيعها على مجلس الشورى إذا لم يلتزم بملاحظات المحكمة الدستورية. وبالتالي أقول وإن المنطقي يحتم علينا إن إحنا نعيد هذا القانون لافتقاد هاتين الجزئيتين. طيب دكتور أشرف، تعليق سيادتك إيه على المواعيد اللي تم إعلانها النهاردة للترشح؟ والله انا حقيقه يعني فعلا لما انا في سفر وما اطلعتش على المواعيد الى الان. يعني هتبدا السبت القادم ولمده 8 ايام التقديم. التقديم من يوم 9. لا طبعا انا شايف في استعجال كبير جدا، وده يعني يعني انا بشوفه مزيد من التخبط اللي بيحدث في علاج مشكلاتنا، وليس هناك انا لا اجد اي مبرر موجود لهذه العجلة الكبيرة جدا في تصدي لإجراءات قانون الانتخابات، وخاصة يعني أن هناك البعض وإن كنت لا أتفق معاه في هذا العرض يعني يعني بيعتبر أن قانون الانتخابات هو كمين آخر لمن يكون له مصلحة في إبطال مجلس النواب القادم. نعم. إذا لم يحوز على أغلبية يرتضيها أو تكون مناسبة له. فيعني نرجو نوجه رساله لرئاسه الجمهوريه والى مجلس الشورى والاعضاء مجلس الشورى بضروره ارجاع هذا القانون الى المحكمه الدستوريه وبالتمكن في اتخاذ الاجراءات الانتخابات البرلمانيه القادمه. شكرا جزيلا المهندس اشرف ثابت نائب رئيس حزب النور. ارجو ان تكون الرساله وضحت، احنا مش عايزين نعيش مره اخرى نقضي حياتنا كلها انتخابات. احنا بقالنا سنتين عايشين ما بين انتخابات واستفتاءات. فأرجوكم بقى يعني رويدا رويدا بالراحة على الشعب، شوية شوية على الشعب المصري، ما نجيش نعمل انتخابات برلمانية ونفاجأ بعد ما نعملها بالأربع مراحل بتوعها إن المجلس باطل. ساعتها كل واحد شارك في هذا الموضوع أهدر المال العام، أرجوكم هذا الإجراء مش هيخسرنا حاجة، رجعوا القانون تاني بعد التعديل إلى المحكمة الدستورية. رجعوه عشان نتأكد أن القانون سليم. كل يوم بنسمع تصريحات عن انتهاء أزمة السولار، لكن الحقيقة انها تطورت وبقت نقص وقود وقطع طريق. يعني مثلا دلوقتي السواقين قطعين طريق القاهرة الفيوم الصحراوي وخناقة في الشرقية وقطع طريق بين مركزين بسبب السولار وزحام شديد في اي طريق في محطة بنزين. شوف التقرير ونرجع تاني. أزمة سولار تستمر تضرب مختلف محافظات مصر، طوابير سيارات زاد طولها ومع زاد غضب المواطنين وتذمرهم. مفيش أصلا سولار موجود في البلد بصفة عامة، وكل الناس المسؤولين طبعا أكيد عارفين الموضوع ده، ولكن محدش عايز يعمل لنا أي حاجة. أنا بشتغل يوم وبقف يوم عشان أمون سولار، ما أقف اليوم كله عشان ألقى سولار، مفيش سولار.
نفضل واقفين في الطابور لحد ما دارنا ياغي يقول لك شطبنا، يملى جراكن، يملى للبلطجيه، يملى للصيع، انما واحد بياكل عيش ما يعرفش يشتغل في البلد دي. اما اجي النهارده عشان اخش البنزين ممون غصب عني بدفع فوق التفويله 10 و15 جنيه، وهو بتاع البنزين يقول لك مش عاجبك ما تمونش. انا واقف من الساعه 9 في المسافه اللي انت حضرتك شايفها من الملف اللي ورا ده، بس يعني ساعتين 10 متر قدامك بقى لحد البنزينه كده بتاع 2 كيلو. الحاله يعني بدل ما تتحسن ازاي تسوق بقت يعني وضع لا يطاق اساسا. يوم بقضيه شغل ويوم بقضيه في البنزينه زي ما حضرتك شايفه كده في الطابور كده، ويا عالم لما هوصل لحد اخر لحد ما ادخل اوصل الترمبه بتاعت الجاز، يا عالم هلحق دور ولا لا، هلاقي جاز ولا لا. كنا اقف يومين على الجاز عشان افول واروح اشتغل يوم، يعني اقف يوم افول فيه او يومين افول فيهم واشتغل يوم، يعني الاسبوع لو سبع ايام بشتغل فيه يومين. وممكن ساعات بيبقى فيها جاز وما يرضاش يحط لنا جاز، نبص نلاقي فناطيس بتحمل جاز ونروح نشتري من الفناطيس دي، لما بناخدها بارخص سعر هنا في البنزينه بنروح نحطها من هناك ب 40 الصفيحه وب 50 جنيه. مشاكل هيئه انتاع الجاز واضحه قدامهم ومحدش منهم حتى عايز يعبرنا. بنقف اليوم كله في تفولت العربيه، انا دلوقتي واقف في البنزينه بقالي سبع ساعات. تفاقم ازمه السولار يوما بعد اخر جعلنا نتساءل، اهي حقا ازمه وقود ام انها وقود ازمه قد تنفجر باي لحظه؟ ياسمين الضوي 90 دقيقه قناه المحور. خليني اقول لحضراتكم عندنا النهارده هنبدا اولى مناظراتنا، دي مش مناظرات الانتخابات البرلمانيه، احنا ان شاء الله من اول مع بدايه الترشح للانتخابات البرلمانيه كما عودناكم في العام الماضي هيكون هنا في استوديو خاص بالمناظرات لجميع المرشحين، هيتناظروا طبقا للقواعد الدوليه فيما يخص المناظرات. ان شاء الله هتبدا مع بدايه ان شاء الله الترشحات، لكن المناظره اللي عندنا النهارده هي مناظره من نوع خاص. المناظره اللي عندنا النهارده هي مناظره خاصه بما يخص اثنين من اعضاء جبهه الانقاذ، احدهم يرى انه يجب ان تخوض الجبهه الانتخابات البرلمانيه اللي هو الاستاذ الدكتور مصطفى النجار، والاخر الدكتور احمد رجرة انه يجب ان يتم مقاطعه الانتخابات. الفقره الثانيه الدكتور اسامه ياسين وزير الشباب، الشباب يواجه وزير الشباب النهارده في 90 دقيقه. الفقره الثالثه الفقره الجميله اللي بنستناها كل اسبوع، الداعيه الاسلامي الكبير وعالمنا الجليل دكتور عمر عبد الكافي، وفقره انك على خلق عظيم. خليني بس قبل ما نروح نشره احوال مصر، معانا على التليفون السيد المهندس صلاح عبد المؤمن، الدكتور صلاح مؤمن وزير الزراعه، عشان نعرف منه حقيقه اسراب الجراد. مساء الخير سياده الوزير. اهلا يا دكتور عمرو. سياده الوزير، حقيقه اسراب الجراد اللي في مصر ايه دلوقتي سياده الوزير؟ هل تمثل خطر على مصر، على الثروه الزراعيه في مصر؟ لا الحقيقه عايز اقول لحضرتك احنا عندنا منطقتين اساسيتين فيهم جراد دلوقتي، منطقه اللي هي محافظه اسوان ومحافظه قنا. واليوم رصدنا سرب من الجراد جاي من منطقه راس غارب والزعفرانه، ثم جاي على الكريمات والصف الى ان وصل الى يعني حدود القاهره ومتجمع الان في التجمع الخامس. ده وصل التجمع الخامس يا سياده الوزير. هو كان هيحط على التجمع في يعني في اطراف التجمع الخامس في مناطق خاليه كان ممكن التعامل معاها بسهوله ونقضي عليه، لكن الحقيقه بعض الاخوه هناك يعني اشعلوا بعض اطارات السيارات ادت الى ازعاج السرب، ثم انتقل الى اماكن اخرى تم رصدها وبيتم التعامل معها دلوقتي، لان احنا بنكافئ بنرصد الجراد نهارا ثم نكافحه ليلا لكي يتم القضاء عليه بشكل فعال، بالليل ما يقدرش يروح يطير في اماكن اخرى. ده الوضع. اللي عايز اقوله لسيادتك ان مصر تقع في مسار هجره الجراد اساسا، يعني فاحنا كل عام بيمر عندنا الجراد من على الحدود بتاعتنا، بعض السنوات يمر بامان ولا يعني ما يجيش الحدود المصريه، بعضها الاخر نظرا لتغيرات في الجو والضغط الجوي والرياح الرياح بتاخده في اماكن اخرى، لان الجراد بيطير لمسافه صغيره مرتفعا ثم بعد ذلك يحمل بالهواء الى الاماكن اللي هو رايح، لكن ومتجه للسعوديه. يعني عفوا سياده الوزير، البعض بيقول ان سبب انتشار الجراد السنه دي ان الوزاره الغت فريق المقاومه اللي كانت بتبعتها للسودان كل سنه لمكافحه الجراد في المنبع. لا 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 ده ما حصلش الحقيقه، يعني انا عايز اقول لحضرتك يعني احنا يعني بنقاوم كل سنويا مكافحه الجراد عندنا بتبدا من شهر 10 لحد شهر 4، لان ده الموسم اللي احنا بنتعرض فيه لان الجراد يعدي من عندنا. احنا بيننا وبين السودان اتفاقيات
وعندنا يعني كنا في حلايب وشلاتين والحدود وهم يعني قصادنا في الحدود. السودان لديها دلوقتي ايضا بتكافح ضرائب واحنا بيجيلنا من عندهم اسراب. العامل المحدد يا دكتور عمرو هو ان الجو يحمل احيانا الجراد الى طريق غير طريقه الاصلي. فكل مجموعه سنوات كده لو تلاحظ حضرتك ان احنا يجيلنا بعض اسراب ولدينا قواعد منتشره على حدودنا دي موجوده طول السنه الحقيقه يعني وشغاله ومجهزه لمكافحه الجراد. انا ما بهونش من مشكله الجراد يعني دي مشكله نجب ان احنا نتعرض لها. لكن خلينا اسالك دكتور صلاح السيناريو الأسوأ في كارثه الجراد ايه؟ والله يعني لحد يعني لو تذكر حضرتك سنه 2004 ايوه كان يعني كان انتشر الجراد وجاءت الدلتا وبعض الحقول والكلام ده لكن ما عملش مشاكل للمحاصيل الزراعيه يعني. ايوه السيناريو الأسوأ ان هو يعني ياخد وقت ومجهود كبير مننا في المكافحه لكن باذن الله يعني نظرا للطور الجنسي الطور اللي هو فيه الجراد دلوقتي اللي هو الطور الغير الكامل لانه رايح يتزاوج في السعوديه ده مناطق التزاوج الربيعي بتاعته فهو ما بيتغذاش في الفتره دي. انما السيء فيه ان احنا ما نكافحوش كويس فيضع بيض في الاماكن ديت وبعد كده هو يعمل لنا مشكله السنه اللي جايه يعني. فده اللي يجب. انتم مستعدين يعني سياده الوزير الوزاره مستعده؟ الوزاره سنويا مرصود لها ميزانيه لهذا الموضوع سنويا مبيدات محدده له. القواعد دي مدربه جدا كان يعني بتتعامل مع جيش هناك الحقيقه. بنقوم باقصى ما نستطيع لكن صعوبه الموضوع ان الهواء ساعات هو اللي يعني بتبقى مشكله ان الريح ياخد في اتجاه يعني بيبقى صعب ان احنا يعني نتبعه بعض الاحيان. لكن لحد دلوقتي انا الحمد لله نقدر نقول ان في سيطره ونتمنى ان شاء الله تعدي على خير يعني. يا رب ان شاء الله. شكرا جزيلا سياده الوزير الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعه. نشوف نشره احوال مصر ونرجع نشوف اول مناظره في 90 دقيقه مناظره ما بين الدكتور احمد دراج والدكتور مصطفى النجار بعد نشره احوال مصر. الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء عقد اليوم اجتماعا للمجلس الاعلى للطاقه لبحث واستعراض العديد من الخطط والمشروعات المتعلقة بالطاقة. كما أعلنت الحكومة الإيطالية أن شركاتها ملتزمة بتوسيع استثماراتها في مصر وأكدت على لسان سفيرها بالقاهرة اهتمامها بتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع مصر. قوات الحرس الجمهوري أزالت الأسلاك الشائكة من أمام البوابة الثلاثة للاتحادية كما أزالت تعلية السور. محمد الضماطي نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أعلن أن المجلس سيشكل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث العنف بالمنصورة التي شهدت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين. الدكتور إحسان كميل جورجي رئيس مصلحة الطب الشرعي أكد أنه تم تسليم جثث 19 سائحا الذين لقوا مصرعهم إثر سقوط المنطاد الهوائي بمحافظة الأقصر إلى النيابة العامة التي تتولى تسليمهم لبلادهم. محافظ الأقصر عزة سعد أكد أن رحلات منطاد البالون السياحي من المنتظر أن تستأنف في غضون شهر بعد الانتهاء من التحقيقات لافتا إلى أن المناطيد ستخضع لفحص فني دوري. المهندس عبد الله فوزي رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو أكد نجاح التشغيل التجريبي للكروت الذكية الخاصة ببوابات العبور داخل المحطات. المستشار إبراهيم عبد الخالق رئيس المكتب الفني لوزير العدل نفى في بيان رسمي غلق بعض مكاتب الشهر العقاري لمنع عدد من المواطنين من تحرير توكيلات للقوات المسلحة. وزارة العدل استضافت اليوم الجلسات الختامية لمناقشة الصياغة النهائية لقانون تداول المعلومات قبل عرضه على مجلس الوزراء. عدد من المنظمات والمؤسسات الأهلية والأحزاب السياسية والشخصيات العامة أصدروا بيانا موحدا لرفض مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد الذي طرحته وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية لمناقشته في مجلس الشورى. مباحث مطروح ضبطت اثنين أثناء تهريب سبعة بنادق جرينوف وآلية وذخيرة بسيارة بطريق مطروح إسكندرية مهربين من ليبيا.